الحر اللي هو فوق 80 درجة اللي احنا فيه ده لازم تبقى معاك ازازة مية. املاها من الحنفية يعني، مش ضروري تجيب مية من اللي بيسموها معدنية. نحن في منزل بديع، وبعدين منزل جميل، وبعدين منزل فيه عبق التاريخ، فيه العشق، فيه كمان الخيال. الخيال منتشر فيه جدا. ده وغريبة برضو ان هتلاقي ده منزل زينب الجزار. زينب الجزار ست. طب وده أمنة سالم، ده بيت وده بيت. هقول لكم وانا بحكي بقى ازاي البيتين دول انضموا على بعض. هما في الواقع انضموا مرتين. مرة في قصة عشق تبدو أسطورية، لطيفة أو لطيفة قاعدة هنا ومستنية العدل، وكانت باهرة الجمال، وفي شاب قاعد هنا مش عايز يتجوز، وأمه تقول له يا واد تعالى اتجوز، يقول لها لا. شاب ساكن هنا، قوم ذات يوم أو ذات ليلة لطيفة دي أو لطيفة حبت تبص في البير، في بير مية، فهي كانت باهرة الجمال. فلما بصت في البير، البير من فيض جمالها فاض، فجريت دخلت على الشاب ده، شافها مخه، هي دي أتاري، هي دي العروسة لطيفة، هي دي العروسة، وبدأت قصة حب. ففي الفترة دي قطعا البيتين انضموا، لأن الست اللي هنا أصبحت زوجة الشاب اللي هنا. بعدين مرت السنين، الكلام ده كان مثلا 1500 وحاجة بيت اتبنى، و 1600 وحاجة واحد تاني اتبنى، بينهم فرق 100 سنة. بعدين بقى في 1900 كان في ضابط شاب إنجليزي وشه أحمر، مولود 81 وجي مصر سنة 1908، يعني كان شي ضابط صغير. فلما جه مصر حبها قوي، وبعدين خدوه يفسحوه، فجابوه تعالى كده، تعالى انت، ايوه انت موعود معايا بالعذاب يا قلبي. شايف الجامع هناك ده؟ شايفينه حضرات الساده المشاهدين؟ هذا هو مسجد احمد ابن طولون، اللي ان شاء الله نيجي نتكلم عنه طويلا. هم حبوا يوسعوا المسجد، والبيتين دول كانوا ادموا واهملوا، صحابهم بقى انتهوا وما بقاش ليهم صحاب. فالدولة قالوا ايه، احنا نوسع الجامع دوت وناخد البيتين دول. هنا بقى دخل جاير اندرسون، الضابط الانجليزي اللي وشه احمر، جه زار الجامع يتفرج على الاثار، وهو بيتفرج على الاثار لمح البيتين دول. خيال قال له، حقيقة كانت سبع جدا، صورة شاف امرأة جميلة شعرها جميل، مفيش حاجة كده طبعا في مصر الوقت دوت، مفيش ست تطلع في الشباك بشعرها، لازم تبقى لابسة وفي مشربية وقصص، لكن هكذا طرق الحكايات. وندهيت له قلت له تعالى يا جاير، جاير اندرسون، لزقت الصورة دي في دماغه. راح وجه، وفي سنة 30 حاجة و30 جه هنا، لا الحكومة ناوية تهد بقى، فقال لهم لا 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 لا، أنا هاخد البيتين دول وهعمل لهم كل الترميم اللازم وهعيش فيهم، إذا مت هما متحف، وإذا رجعت بلدي إنجلترا هيبقوا إيه، متحف برضه. في كل الحالات هما متحف. ورجع بقى الضمة التانية للبيتين اللي بقول لكم عليها، ان هو عمل زي ما تقول ممر او قبري او اي حاجة، لحم البيتين ببعض لانه عاش هنا وجاب مقتنيات على فكرة من دول تانية. وبعدين عمك جاير بقى لك، ناس بتتكلم على بيت الكريتلية، وساعات يقولوا الجريدلية،
ليه؟ لان اخر واحد سكنته كانت امراه من جزيره كريت. اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ الله يكرمك. الله، وانا بشوفك كنت تتفرج عليا. الله يكرمك، الله يكرمك. صباح الفل. احنا كنا بنتكلم في ايه بقى على البيت دوت؟ فعمك جاير بقى، قصه اصرار، قصه عشقه. الاصرار بقى الاكتر، هو قرر يثبت البيت غير التثبيت اللي بالمسلح والبنى، مفيش مسلح طبعا، البنى العظيم ده قرر يثبته بحكايات خيال مع واحد وقعده. هنحكي ده تفصيل. تعالوا بقى نشوف ايه حكايه البيت العجيب ده. مش احنا اول ناس طبعا نصور فيه، في ناس كتير صورت، لكن نحب ان احنا دايما ندوس على ان في ناس بتصر فبتعمل اللي عايزاه، وفي ناس الحقيقه لهم كل الشكر حافظوا لنا على الحاجات دي. كل الناس اللي تولوا في الفترات ديت انا مبسوط ان هم بعضهم ما بيفهمش في الذوق فساب البيوت دي كده اثار. انما انا لو مسؤول كان في كلام كبير ان انا ما اقدرش ما اعيش هنا بصراحه. سحر ده شيء يعني فوق الخيال، لكنه موجود في بلدنا الحلوه. يا عظمه، لازم تستأذن انت داخل البيوت. شوف الباب عامل ازاي. شوف، اسمع تاني، حاجه عظيمه. في بيت الكريتلية، ريه جيم جيم وبعدين ألف أو واحد بقى، ما تبقاش ألف لأن معلهاش همسة. هنا بقى يا سيدي محافظين على كل حاجة، شيء عبقري. دي بقى كانت بيطلعوا فيها حاجة لفوق. هنا بقى البير المسحور هنا، طبعا هو نضب ما فيش فيه مية، بس ده اللي يقال إنه خالتك لطفية أو لطيفة أو لطيفة فتحت هنا، شالت البتاعة ديت وبصت في البير، فالبير رأى الجمال ففاض، فجريت راحت البيت التاني، وكانت القصة حاجة تاني. قال لك إذا جيت في الليالي القمرية اللي هي زي اليومين دول كده، يا ماما طارت، الله يا سلام، والشيء بالشيء يذكر، كل كما تشاء في عمرو بن العاص. لكن الفسطاط دي كان هو بنى خيمة، فلما جه يروح اسكندرية عشان يفتح هناك فالمفروض يهدوا الخيمة، فلقى عليها يمام معشش، فقال لهم سيبوها، فكانت الفسطاط. فدي اليمامة اللي طارت، الشيء بالشيء يذكر. في الليالي القمرية تيجي هنا تبص تشوف صورة حبيبتك، أما إذا كنت خلبوز زي حالاتي فهتلاقي صور كتير قوي فهتتلخبط. إنما في الليالي القمرية كانوا يجوا هنا ويشوفوا صورة حبايبهم، هكذا يقال. لكن لا بأس على فكرة من الحكايات، يعني الدنيا فيها العجب. هنخش بقى السبيل وهنخش البيت، هناخده مع بعض حتة حتة. طبعا احنا داخلين على السبيل، البيت ده فيه 29 قاعة او 29 غرفة، فطبعا ده مستحيل ان احنا نقدر نغطيه، لكن لمسات كده، لان دي قطع خاصة، الحاجات دي استعمالات الأسرة الكريتلية، حاجات بيعملوا هنا معرض كل شهر بينزلوا حاجة إضافية. بس عايز أوريكم صورة واحدة بس. بص بقى، ده البيت الأصلي اللي هو كان هيهدوه عشان يعملوا توسعة لمسجد أحمد بن طولون، ده اللي خده جاير أندرسون وعمل البيت اللي أنتم شايفينه ده وبتشوفوه، وهنمشي معاه كده
لان انتوا على فكره يعني انا بعمل دوت يعني انا بتبسط وبحاول ابسطكم، وفي نفس الوقت البيوت دي مفتوحه متاحف تيجوا تتفسحوا فيها وتتفرجوا، وفيها ناس لطاف موظفين لطاف جدا ويفرجوكوا ويحكي لكم كل حاجه في البيت. احنا داخلين بقى ايه المكان اللي هو بقى يعني يعتبر مش من اجمل لكن من اهم الاماكن في البيت، في سبيل اللي زي ما انتوا عارفين احنا صورنا في اسبله كتير ان هو موجود مكان للميه، مش الشبابيك دي تيجي الناس تملى تاخد ميه. بيجيبوا الميه منين؟ لان انت برضو تعال هتعرف تجيب دي. شايفين في بير في ميه على فكره، لو انتوا شايفين قوي اللمبه اللي تحت دي هي اللمبه اللي فوق عامله انعكاس في الميه، البير فيه ميه. شيء طبعا ما احنا قلنا 1500 و1600 بنتكلم في سنين كتير قوي. اما هنا بقى قعد عمك جاير اندرسون مع عمك الشيخ سليمان قعد عمل الحاجات ديت اللي قالك ايه بقى. اصل مسجد احمد بن طولون مبني على جبل، الجبل اسمه ايه؟ يشكر. فده الجبل اللي بقى ايه رست عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام، هم قالوا كده. طبعا مفيش كده في الكتب خالص، يعني في كتب التاريخ والجغرافيا والماس وكله مفيش كده، انما يعني قالوا كده. وبعدين حاجة تانية تضحية سيدنا ابراهيم، عشان كده الجبل اسمه يشكر، لانه رست عليه سيدنا سفينة نوح فشكر الله. وبعدين سيدنا ابراهيم هنا تم فداء سيدنا اسماعيل فشكر الله يشكر. وهنا كمان سحرة فرعون سجدوا للقصة الشهيرة والعظيمة اللي موجودة في القرآن الكريم، ويقال ان هو ده المكان كمان اللي كلم الله فيه سبحانه وتعالى، كلم سيدنا موسى حسب ما هو مذكور عندنا في القرآن الكريم الكلام. لكن المكان احنا عندنا طور، بس هما قالوا بعدين حاجات على احمد بن طولون والبئر المفتون اللي انا كلمتكم عنه وحاجات بقى كتير قوي، وشجره بتولع مش عارف بتعمل ايه، وقعدوا ضربوا تمام. كان المزاج عالي لكن كان الهدف حلو. الهدف ايه في الحاجات دي؟ هو مش بيزور تاريخ، هو بيقول لك يعني البيت ده فيه ممكن يبقى فيه حاجات، والتاريخ على فكره فيه حاجات كتير كده، فهو عايز بس يقول لك تعال هنا يعني شوف قصتي. يعني اصرار عظيم انه يقول لك تعال. وفعلا الحقيقه هو نجاح ساحق، ان احنا بعد سنين طويله جينا وبنصور للضباء النحاس وبنحكي الحكايه وبنسليك، وفي نفس الوقت بنقول لك ان احنا عندنا تاريخ جميل. بص شوف الكتابه. طبعا ده موجود من قبل عمك جاير بس محفوظ حلو قوي. في الاول اهو تلاقي اول الايه استبشرون بنعمه من الله، وهنا في حاجات تانية برضو مكتوبه. فالاوضه دي ليها خصوصيه شويه. شفتوا البير؟ وتعالوا نطلع بقى وربنا معانا. ده البيت ده عايز ايه؟ عايز حلقات وحلقات وحلقات. احنا شفنا تحت آية قرآنية. بص بقى هنا الله، محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، حبيبي يا علي، محترمين محتلين وولاد 60 في 70 لكن محترمين مؤدبين. يعني داخلين دلوقتي الحجرة الشتوية، زي ما قلنا لكم قبل كده انهم كان ليهم مكان في الشتاء ومكان في الصيف عشان تيارات الهواء، لانه ما كانش في لا تكييف ولا مراوح ولا حاجة. الله شوف مكتوب ايه. كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. الله. وبعدين حتة الألباستر دي بقى
تحفة. هنا مكتوب آيات من القرآن الكريم عشان تعرف إنه الحفاظ على الآثار ملوش دعوة بمعتقداتك، والمعتقدات ما يصحش إنها تعتدي على معتقدات الآخر. شوف عايز بقى زمايلي يجيبوا الخشب، شوفش إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ يعني عملية الإنشاء كانت عبقرية، وعملية الترميم أيضا كانت عبقرية، والحفاظ على الحاجات الحلوة دي. دلوقتي إحنا هنخش القاعة الصيفية حيث التراوى في هذا اليوم القائز. دي بقى الحجرة الصيفية، خلي بالك كل باب عليه ناس تدق تخش، مفيش حد بيزق برجله كده ناس مؤدبة. دي الحجرة الصيفية. طبعا أول ما دخلنا هنا الجو اختلف خالص عن هنا، يعني دلوقتي في هواء رغم ان درجة الحرارة زي ما قلت لكم يعني مش عارف كام، 40، انما في هواء. الجزء ده من البيت زي ما انتم شايفين فيه القاعة الصيفية بيقعدوا في الصيف فيها، والقاعة الشتوية، وغرفة مخصصة للحريم. في بقى غرفة فيها صور، وفي مكان بيقعدوا يكتبوا فيه، يعني كل حاجة متقسم لها ليها مكان. الحكاية بقى ايه؟ امر يطول شرحه. البيت موجود في السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، تقدروا تيجوا تتفرجوا وتتفتحوا وتتفسحوا وهتتبسطوا جدا جدا. هنا بقى أوضة كان بيقعد فيها عمك أندرسون يكتب، وما سبقوا من الناس عاشوا هنا، وحاطط بقى صور. لا لي حق والله، مراته حلوة أوي بصراحة. شفت مراته حلوة أوي، يا سلام. ولا بقى بوتس بقى ولا نفخ ولا حاجة، هي كده. بص انتوا بتصوروا، شايف الصورة حلوة؟ قرب، خش شوف الجمال طبيعي، شوف جمال طبيعي زي القمر بصراحة. وده عمك بقى جاير اللي هو كان أمير علي، وبعدين عمك الملك فاروق اداله رتبة لواء عشان يبقى باشا. وبعدين في صورة زوجته برضو مرسومة اهي، يا بختك يا عم أندرسون، عشت في بيت حلو، اتجوزت ست حلوة، وبنته زي القمر اهي، بنته اهي. ده حسنين باشا طبعا، اللي ما يعرفش حسنين باشا يبقى عنده مشكلة. حسنين باشا ايام ملك فاروق كان ليه شنة وقصص كتير. احنا طالعين بآخر دور اللي هو فيه الأنطرة اللي اتبنت عشان البيتين يبقوا مع بعض. هنا في غرفة هندية كل فرشاها هندي زي ما انتوا شايفين كده، شيء جميل جدا، أوضة هندية. قصادها بقى على طول في بقى زي ما انتوا شايفين، تعالى يا شعبان بقى خد وقتك، ده مسجد أحمد بن طولون. دي بقى القعدة الصيفية بتاعتهم، السطوح بقى يقعدوا فيها. وبعدين دي الأوضة الفارسية، هنا بقى كان عمك جاير أندرسون بينام على السرير ده. وبعدين كان عنده ستة رجالة بيخدموه، عبيد بقى. فكان عمك جاير أندرسون بينام هنا، وعمك دبش واحد من الخدم بتوعه العبيد بقى كان بينام جنبه هنا. صورته اهي، صدقوا حاطين صورته، كان شكله لطيف قوي، شكله جميل قوي زي القمر، شكله حلو جدا. ودي حاجة لطيفة. وده الدولاب. أما بقى سمعتوا كتير قوي انتوا عن الفلوس اللي تحت البلاطة، مش عارف يا شعبان هنعرف نجيبها البلاطة ولا ايه؟ اهي بص البلاطة اهي، اهي بالفلوس هنا. ما لا للأسف ما لقناش حاجة، بس أنا سمعت عنها كتير عمري ما شفتها. أتاري فعلا ليها أصل. وبعدين نروح البيت التاني بقى اللي هو بيت أمنة سالم. احنا كده نغادر بيت زينب جزار ونروح للبيت ده. وعارفين انتوا الممر ده قلت لكم ليه قصتين عشان يعني البيتين يلتصقوا ببعض، لطيفة او لطيفة، وقصتها حكيتها لكم في الاول.
وبعدين عمك جاير لما خد البيتين ضمهم بشكل واقعي وعمل البيت دوت. تفاصيل بقى كتير، احب جدا ان انتوا تيجوا تشوفوها وتستمتعوا. شوفوا هم مستخدمين الاثار الفرعونيه، القطعه دي اثار حقيقيه، دي القطعه دي حقيقيه. طبعا هي يجوز تكون موجوده هنا دلوقتي لان ده متحف، فيجوز جدا برضو في قطع في نفرتيتي وفي القطه وفي حاجات حلوه جدا، في نجفه جميله معرفش دي بقى من انهي عصر. نشوف ده تابوت برضو، هو اثر، ده فرعوني، ده بجد مش تقليد. برضو كل ده جائز انه يكون موجود هنا لاننا في متحف مصري. دي قطع اثريه موجوده كانت في البيت، دي قطع اثريه حقيقيه ومكتوب عنها كل حاجه اهو، زي ما نشوف زي ما انتم شايفين بالفرنساوي وبالانجليزي بلغات كتير مكتوب كل دي قطع اثريه. ثم بقى الغرفه دي بقى غرفه تانيه، بقى غرفه دي مشقيه زي ما انتم شايفين بقى كده، نطلع نشوفها لان ممنوع دخولها اساسا غير في حاجز الكاميرا تلف كده. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه، ايه ده ايه ده، من اين لك هذا يا عم جاير، من اين لك هذا يا عم جاير، او يا ست زينب او يا ست امنه. والله يعني تركت لها جمال كبير. دي بقى يا سيدي حجره المخ النظيف، بالاضافه للشغل الجميل اللي انت شايفينه، دي حجره الامان، حجره الحمايه، حجره الدولاب الخادع. الدولاب اهو، الدولاب حط فيه حاجه زينه، حط حاجات هنا، حط حاجات هنا، تفتح كده تلاقي غرفه عاديه مش حاجه خالص. طب شغل مخك شويه، تفتح كده تلاقي ممر، عشان لما يحصل اي اعتداء على البيت يبقى ده المكان اللي يستخبى فيه الستات. الرجاله ما تستخباش، الرجاله تنزل تبارز، الستات تخش هنا واعمل لهم مشربيه كمان عشان يتهوا، ويروح قافلين عليهم الباب. خلاص تمام، اقفل بطريقه ذكيه جدا كده وكده، تيجي انت تفتح تلاقي دولاب عادي مش حاجه خلاص. ويا دار ما دخلك شر والستات استخبت جوه. طب شوف كمان حاجه حلوه، بص بقى يا سيدي، انت فاكر الافلام لما يصوروا مشربيه كده الناس تقعد تتفرج؟ كان زمان في ام كلثوم كانت مثلا في فيلم سلامه ووداد وحاجات زي كده، لكن هنا ده كان منظر صور بالفعل. ما تجيب الكاميرا وتيجي بص، الستات بتقعد تتفرج. على فكره انا شايف كويس جدا كاني تحت بالظبط، يعني البتاع دي معموله بطريقه، قوم الناس بقى تغني تحت بتاع. هنا صوروا الماز وعبد الحمولي الفيلم الشهير، فيلم مهم جدا. وهنا كمان صوروا كذا فيلم شهير، بس من الحاجات اللي احنا نحبها سعاد حسني صورت هنا بانو 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 على اصلكم بانو، هنا رقصت ست سعاد وعملت هذه الاغنيه الجميله، عارفينها ولا؟ طب وفي افلام كتير بقى اتصورت هنا، اظن سعد اليتيم واظن مش عارف ايه وحاجات كتير. بس احنا طبعا المنظر جميل على فكره، يعني يعني لما تبص كويس وتقعد كده وقدامك بقى كاس عصير بيشربوا بقى هم عصاير حلوه كانوا زمان، مش بكيماويات زي اللي احنا بنشربها، حاجات كلها طبيعيه. وقعدوا بقى يتفرجوا بقى على المطربين والمطربات، الاحياء منهم والاموات. Thank you.
ده بقى الباب اللي دخلنا منه، وده الباب اللي خرجنا منه. هنا كانت بيت زينب جزار، وهنا بيت أمنة سالم، واللي حكيت لكم بقى الحكاية كلها. أما هنا بقى كان في حاجة عجيبة، كان في مكنة جوه الحجر ده كانوا بيطبعوا فيها فلوس، والفلوس تنزل من هنا. طبعا تصدق مالك حق، ما انا حكيت حكايات كلها فيها يعني سعة. رغم الحكايات اللي في البيت اللي هي فيها يعني ما فيها، الا انه في محبة كبيرة، في راجل حب المكان وحماه وحفظه، لانه كان في الغالب العام ان ده كان هيتهد وهيبقى توسعة لمسجد احمد بن طلوع، لكن حفاظه على البيت بهذا الجمال هو لانه حب المكان. وجات له في لحظة خيالية، هم طلبوا من الملك، والملك قال له ماشي انا اديهولك بس تدفع ايجار على البيتين دول. قال له كام يا جلالة الملك؟ قال له 6 قروش. كان ايجار البيتين دول حسب ما الاوراق بتقول 6 قروش، لكن انا رايي ان ده كان ايجار رمزي كده، مش الايجار الحقيقي. زي ما انتم شايفين بيودي على جامع ابن طولون. طبعا ده كان ما يعتبرش من البيت، ده من الشارع، ده شارع ده، عشان باب البيت اهو وباب البيت اهو والسبيل اهو. وزي ما انتم شايفين الكيزان موجوده زي ما هي، محافظين عليها، وده شيء جميل جدا. كنا في رحله فيها محبه وفيها اصرار وفيها حكايات زي ما حكيتها لكم كتير جدا، على جبل يشكر اللي هو مبني عليه مسجد احمد ابن طولون، وقصص كتير وحكايات وروايات. لكن الاثر لما بيكون فيه تفاصيل حلوه بيفضل عايش. وانا بخارج بغادر البيت لازم اقول متشكر جدا لكل واحد حافظ على المكان دوت عشان يفضل بهذا الجمال. اي حد ساهم في الحكايه ديت انا بوجه له الشكر على الحفاظ على هذا الجمال انه يكون موجود عندنا ومتحافظ عليه ومتصون البيت من جوه زي الفل.